زوجي يعني زوجي معي وأمي وأبي وأنا أريد أن أراعي الاثنين. أنا أقول لك صراحة، هي بتقول أخشى أن أكون أقصر مع زوجي عندما أهتم بأبي وأمي، وإذا اهتممت بزوجي قصرت مع أبي وأمي. التقصير مع أبيك وأمك بالنسبة للاهتمام لزوجك مغتفر، مغتفر. أما التقصير في حق زوجك لأبيك وأمك، شوف بر الوالدين مقترن بالتوحيد، لا يغتفر، لأنك قدمت من حقه التأخير وأخرت من حقه التقديم. هذا قلب للقاعدة، والقاعدة المتفق عليها لغويا وأصوليا أن تقديم ما حقه التقديم واجب، وتأخير ما حقه التأخير واجب. فالزوج حق التقديم، والأب والأم حق التأخير مع وجود الزوج عند المزاحمة. لكن الجمع المصلحتين مهم جدا في هذا الباب، أن تكوني ذكية واجمعي في الأوقات، يكون هو في العمل أنت تهتمي بأبيك وأمك لأن هي بجانبك كما فهمت منك. جاء الزوج، الاهتمام فقط بالزوج. عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بالزوجة؟ قال: زوجها. لم يقل أبوها، لم يقل أمها، لم يقل عمها، لم يقل ابنها، أخوها، زوجها. ولذلك قال النبي في بيان حق الزوج العظيم: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وهو رواية في السنة كما قلت: ولو أن تلعق صديد جرحه ما وفت له حقه. هو جنتك ونارك. فتقديم زوجك أولا، وبعدين يرتب في المرتبة الثانية أن ترتبي لأبيك ولأمك. فعند المزاحمة قدم الزوج، وأن تكوني لبيبة فاجمعي بين الوقتين، واجعلي الوقت الذي هو يعمل فيه متغيب غير موجود اهتمي بالأبوين، وطبعا بالبيت يكون مرتبا والأولاد. وبعدين لما يأتي الزوج لا أحد يزاحم الزوج في حقه، رضي الله عنكم.